بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا في ختام الآية السابقة: فبظلم من الذين هادوا، قال في ختامها: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أي أن الله سبحانه وتعالى أعد للكافرين من اليهود الذين تجاوزوا حدود الله وارتكبوا حرماته وهم يعلمون وقد نهوا عن ذلك من الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن صدهم عن سبيل الله وغير ذلك من الجرائم، أن الله سبحانه وتعالى أعد لهم في الآخرة عذابا أليما مؤلما لا يعلم شدة ألمه ووجعه إلا الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الإنسان وإن أمهل في الدنيا ونال منها ما يريد، فإذا كان هذا في غير طاعة الله وغير اتباع مرضاته ولم ينله شيء في الدنيا من العقوبة واستدرج، فإن ماله في الآخرة فإن مآله في الآخرة مآل وخيم والعياذ بالله. وأعتدنا للكافرين منهم، وقوله منهم دل على أن منهم من ليس كافرا بل هو مؤمن بالله ورسله، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعمم الأحكام ولا يظلم الناس شيئا، وإنما يخص بذلك من يستحقه. وأما من كان مؤمنا سواء من اليهود أو من غيرهم فإن الله يؤتيه أجره ويشكر له سعيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا قال: لكن الراسخون في العلم منهم، أي من اليهود. والراسخون في العلم أي الثابتون في العلم، الذين علمهم راسخ وثابت وليس هو مزعزعا أو تعالما، وإنما هو علم راسخ وثابت في قلوبهم ومتحققون منه، فهؤلاء هم الراسخون في العلم ولهم الفضل، وهم الذين يثبتون عند الفتن والمحن والشدائد، بخلاف ضعيف العلم أو مزعزع العلم فإنه يتزعزع عند أدنى شبهة أو شهوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، المؤمنون من أهل الكتاب. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فأهل الكتاب اليهود والنصارى منهم مؤمنون ثابت الإيمان، ولذلك لما أدركوا زمن محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به وعزروه ونصروه، اتبعوا النور الذي أنزل معه، فآتاهم الله أجرين على اتباع الأنبياء السابقين وعلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك أيها الرسول، بما أنزل إليك يا محمد،
وما أنزل من قبلك يؤمنون بالكتب كلها، كتب السابقة والكتب اللاحقة، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء جميعا، وهذا هو الإيمان الصادق. أما من يؤمن ببعض الكتب ويكفر ببعضها، أو يؤمن ببعض الرسل ويكفر بالبعض الآخر، فهذا كافر بالجميع. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. أما من آمن بالرسل جميعا أو من أولهم إلى آخرهم، وآمن بالكتب كلها وبالرسل، فإنه هو المؤمن حقا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة، وما أنزل من قبلك من الكتب، التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وجميع الكتب، ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ثم قال: والمقيمين الصلاة. فنصب المقيمين وهو معطوف على المرفوع، فما وجه ذلك؟ استشكل المفسرون النحاة هذا، لكن الصحيح أن هذا من باب المدح، أن هذا النصب من باب المدح. والمقيمين أي وأمدح المقيمين الصلاة، فهذا فيه فضل الصلاة وإقام الصلاة، وأن الصلاة مشروعة للأمم السابقة، فمن أقامها وحافظ عليها كما شرع الله سبحانه وتعالى فإنه ينال الثناء والأجر العظيم من الله. والمقيمين الصلاة، وليس المراد إقامة الصلاة مجرد شكل الصلاة، وإنما المراد الإقامة، بأن يأتي بها قائمة بأركانها، بشروطها وأركانها وواجباتها والخشوع فيها، هذه هي الصلاة المقامة. أما الصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور فيها، والصلاة التي لا تكون في وقتها، تخرج عن وقتها من غير عذر، الصلاة التي لا تكون مع الجماعة بالنسبة للرجال، فهذه صلاة غير قائمة، وإنما هي مجرد شكل ولا تنفع صاحبها يوم القيامة. والمقيمين الصلاة. ثم قال: والمؤتون الزكاة. رجع الإعراب على النسق السابق بالرفع. والمؤتون الزكاة أي الذين يدفعون الزكاة، وهي المال المفروض في أموال الأغنياء للفقراء، وهو حق مقدر في أموال الأغنياء للفقراء. سمي زكاة لأن الزكاة معناها النمو والزيادة والبركة، لأن الزكاة تنمي المال وتسبب نزول البركة فيه. وكذلك الزكاة بمعنى الطهارة، لأن الزكاة تطهر المال وتطهر قلب المزكي من الشح والبخل. فالزكاة خير كلها، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. والمؤتون الزكاة. ثم عمم فقال: والمؤمنون بالله واليوم الآخر. المؤمنون بالله جل وعلا بتوحيده وإفراده بالعبادة وبأسمائه وصفاته، الإيمان الصادق الذي لا يعتريه شك ولا يعتريه خلل، هؤلاء هم المؤمنون بالله. والمؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو يوم البعث والنشور والجزاء والحساب. فذكر الله في هذا ركنين: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن من آمن باليوم الآخر فإنه يكون مقيما لبقية الأركان من باب أولى،
لأنه لا يؤمن باليوم الآخر من لا يؤمن ببقية أركان الإيمان، فهو متضمن لجميعها. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.